من صحيفة التيار، والتي جاءت هذه المرة تحت هذا العنوان: الديمقراطية السودانية ثاني مرة. يستهل الكاتب زاويته بالقول: نحن الشعب السوداني نعلن عن حاجتنا لحكومة بالشروط التالية، على الذين يأنسون في أنفسهم القدرة والرغبة أحزابا وأفراد تقديم طلباتهم حسب العنوان الإلكتروني الموضح حسب الشروط التالية: أولا، تنفيذ الخطة التنفيذية المرحلية المستنبطة من الخطة الاستراتيجية وفق المشروعات والمواقيت المحددة. يستمر عثمان مرغني بالقول: ثانيا، على كل حزب أو فرد يتقدم بطلبه أن يحدد بدقة مؤهلاته وخبراته وقدراته مع بيان المدة التي يلتزم فيها بتنفيذ المشروعات المحددة، علما بأن المفاضلة في الطلبات تحدد وفق الموعد الأقرب مع توفر مواقيت معيارية محددة وفق الخطة الاستراتيجية العامة. ثالثا، قال: في حال فشل الحزب أو الفرد في تنفيذ الخطة في المواعيد التي التزم بها تنقضي شرعية الحزب أو الفرد في المنصب المحدد. ويمضي الكاتب بالقول: رابعا، بالنسبة للأحزاب يسمح بالتقديم لكل أو بعض المناصب الوزارية، أما بالنسبة للأفراد يحدد في الطلب الوزارة التي يترشح إليها. خامسا، مدة ولاية الحكومة 4 سنوات قابلة للتجديد في حال تجاوز معدل الإنجاز 95%. سادسا، في حال إخفاق الحكومة عن تنفيذ البرنامج والمشروعات بعد مرور 12 شهرا تمنح الحكومة فرصة 6 أشهر إضافية لتعديل الوضع ورفع نسبة التنفيذ. يختم عثمان مرغلي بالقول: سابعا، تشرف هيئة الانتخابات على انتخابات برلمانية دورية كل عامين لتجديد نصف مقاعد البرلمان، بحيث يتغير نصف البرلمان كل عامين. ثامنا، يتولى المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي وضع الخطة الاستراتيجية العامة. تاسعا، يتولى الجهاز المركزي للإحصاء رفع التقارير الدورية عن الأداء وتنفيذ المشروعات. عاشرا، الشعب السوداني مقيد بقبول أقل تأريخ لتنفيذ مشروعاته.